سبحان ربي الأعلى، أي تنزه ربي عن كل نقص وعيب، والله تعالى هو الأعلى من كل شيء قدرا سبحانه. وهذا الكتاب هو التفسير الكبير للإمام الرازي الشافعي المتوفى سنة 604 هجرية، هذا المجلد 14 الجزء 27 طبع دار الكتب العلمية الطبعة الثانية سنة 1425 هجرية. في الصحيفة 124 يقول: قوله تعالى وهو العلي العظيم، ولا يجوز أن يكون المراد بكونه عليا العلو في الجهة والمكان لما ثبتت الدلالة على فساده. فيا أحبابنا، الله تبارك وتعالى هو العلي العظيم، أي أعلى من كل شيء قدرا سبحانه وتعالى.